واحد من أهم عناصر اللعبة بقى في نادي زد، واحد من الأسماء الكبيرة جدا وله دور كبير جدا فيما وصل إليه زد حتى الآن، من صعوده من دوري الدرجة الثانية لانطلاقته الممتازة في الدوري الممتاز، هو الكابتن الكبير أمير الموهوبين الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد. يا كابتن وليد، مشرف ومنور وسعيد بتواجدك معايا. حبيبي حبيبي يا كيمو، تحياتي ليك كريم وتحياتي لكل مشاهدينك، وشكرا على المقدمة القوية دي، ربنا يخليك. شكرا. أقل من حقك يا كابتن وليد وأقل من حقك أنت شخصيا. قول لي كده، أنت كنت متوقع البداية الرائعة دي لزيد في الدوري الممتاز أول أسبوعين بانتصارين؟ والله الحمد لله، يعني إحنا الناس كلها بتجتهد بشكل كبير قوي، يعني كان في كلام كتير قبل الموسم، لكن الكابتن مجدي عبد العاطي صمم إن إحنا نبتدي بدري، وفعلا يعني أنا شايف إنها فارقة مع الفرقة جدا. بدأنا بدري قوي، يعني اجتهدنا، صحينا الناس كلها جت من اجازات، ابتدينا بدري، لان انت عارف طبعا ان من اصعب الحالات ان انت يكون فريق صاعد من الدوري الممتاز ده وعايز تعمل فريق جديد، تشتري اكتر من 22 صفقه، عندك عدد كبير جدا من اللعيبه جايين من اماكن كتير، يعني عندك لعيبه سوبر ستار 3 4 بنبني عليهم الفرقه، زي علي لطفي، زي شادي حسين، زي زيكو، زي ميسي، وكمان في لعيبه مكمله معانا من الدرجه الثانيه، وكمان في لعيبه من المنتخب الاولمبي زي قطه وزي اشرف وزي اسلام عبد الله، مجموعه من اللعيبه الشباب، وكمان في مجموعه من الناشئين صحيح زي علي غاله كده، ولعيبه طالعه معانا من ناشئين نادي زد. ففكره انك تخلي الناس دي كلها تتجانس مع بعض، هو ده كان التحدي اللي احنا كنا مرعوبين ان احنا نبتدي الموسم يعني بهزيمه في هزيمه، تبتدي تلم نفسك بعد عدد من المباريات. صح. فالحمد لله بصراحه يعني الجهاز الفني شغال باخلاص شديد جدا، كلهم بيحاولوا يتفانوا علشان يلحقوا الوقت، احنا بنتابق الوقت. يعني اظن ان انت كمان ان شاء الله هتتفرج على شكل احلى من كده كمان لما يحصل قصة التجانس، ولما ناخد وقت أطول من كده الولاد يقدروا يأدوا كورة أحلى من كده كمان. صحيح. كابتن مجدي عبد العاطي كمان من المدربين اللي الناس دايما تتكلم عنهم في التحضيرات وفي التجهيزات وفي الشغل اللي بيعمله قبل المباريات، كلام كتير قوي على الكابتن مجدي. أنا دايما بحب أسأل ما هو وراء الكواليس مش المباريات بس، إنه الراجل بيشتغل بشكل كويس جدا يا كابتن وليد. للأمانة يعني أنا دايما أنت عارف حتى معاك أنا بدافع عن المدرب المصري. بتمنى ان المدرب المصري يدوله نفس الامكانيات اللي بياخدها المدرب الاجنبي. صحيح. المدرب الاجنبي لما بيطلب لعيبه بتجيله، لما بيطلب معسكرات بياخد، لما بيطلب استقرار، لما تبقى في ظهره، لما تديله كل الامكانيات وتصبر عليه وتديله مساحه شغل. انا يعني دايما بقول ان المدرب المصري مظلوم، لان يا اما بيكافح مع فريق امكانياته قليله، يا اما انت بتظلمه في التقييم السريع. صحيح. فانا بشكر اداره زد اصلا انها يعني امنت بالمشروع، وان هي ادت الفرصه للجهاز بالكامل انه يكون موجود، وان شاء الله باذن الله بالعمل وبالشغل ان شاء الله باذن الله نوصل لمكانه كويسه ان شاء الله. انت تحديدا يا كابتن وليد، بس عشان تبقى شاهد حق، عملت شغل عظيم جدا مع الاتحاد السكندري من قبل كمدير للكره، والان ايضا سمعت برضه، بحب اعرف من الناس ومن مصادرنا يعني، كابتن وليد الشخصيه اللطيفه الطيبه اللي دايما دمها خفيف، بيبقى في المعسكرات عنده التزام عظيم جدا وكبير جدا، خاصه ان انت دلوقتي عندك لعيبه مش هنقول نجوم عظيمه ولكنها اسماء برضو كبيره في الدوري المصري، كيفيه السيطره على هؤلاء النجوم وهم بيشتغلوا مع فريق هو فريق واعد وبيشارك في الدوري الممتاز لاول مره؟ هو النقطه على فكره يعني اداره الكره او مهنه مدير الكوره هي سهله جدا. لو عندك يتوفر لك شرطين، لو يتوفر لك تفاهم مع المدير الفني، ولو يتوفر لك مسانده من مجلس الاداره. صحيح. الحاجتين دول الحمد لله كانوا متوفرين في كل الاماكن. اشتغلت مع الكابتن مختار مختار، وكان الكابتن مجدي معانا على فكره. صحيح. اشتغلنا وكان في ظهرنا مجلس الاداره بقياده الدكتور مشالي، والفتره اللي بعديها اشتغلت مع الكابتن حلمي طولان، مع انه يعني قطب من اقطاب نادي الزمالك، لكن مع الاستاذ محمد مصلحي عملنا نجاحات، وطلعنا بالترجي والزمالك، وصلنا قبل نهائي كاس مصر، ويعني عملنا شغل كويس قوي.
الفكره ان انت بتشتغل بهدوء شديد وبتطبق لائحه. في لائحه بتحكم كل الفريق. الفريق كله اخواتي الصغيرين. وكل حاجه انت هتاخدها بالحب وبالادب وباللائحه. صحيح. يعني النهارده اي لعيب بيتاخر عن اي اجتماع بياخد خصم. اي لعيب بيعمل مثلا بياخد حاجه سلوكيه بياخد خصم. اي لعيب بيعترض على انه مثلا قعد احتياطي ولا حصلت اي مشكله بياخد خصم بسيط وموجود في اللائحه. واللائحه دي عامله زي ميثاق شرف كده بيحكمنا كلنا. صحيح. بس لكن اهم حاجه ان يكون في تفاهم مع المدير الفني وان يكون مجلس الاداره يعني مديك صلاحيات ان انت تاخد قرارات. صحيح. مهمه. صحيح. عايز كمان يا كابتن وليد بقى ايه بشكل شخصي ومهني يعني اشكرك كمان على عينك وعين كمان الكابتن مجدي عبد العاطي اختيار عمر عبد الله راجل بيشتغل في التلفزيون كمحلل يبقى موجود محلل اداء في الفريق دي خطوه عظيمه جدا واكيد مستحقه لعمر. والله النادي الاول مشكورا النادي بيراهن على عدد من الكفاءات اللي اول مره تشتغل دوري ممتاز. هاي. يعني مش عمر عبد الله بس. هاي. في عدد من الاماكن موجوده بصراحه النادي يعني تحس كده ان هو نادي محبوب من اغلب الناس. ممتاز ممتاز جدا. والنادي كمان يعني ارض خصبه لانه يقدم كل يعني الناشئين فكره ان عمر خضر يطلع استون فيلا فكره ان ان شاء الله عندنا حميد في فيتوريا ان شاء الله. هي. عندنا منعم حارس المرمى في فيتوريا البرتغالي. يعني النادي ارض خصبه لكل الكفاءات اللي عايزه بس الموضوع محتاج صبر. احنا زي ما انت قلت بالظبط يعني ولا هناخد الدوري ولا الموضوع انت عارف اول سنه التارجت بتاعنا ان احنا نطلع بس في الدوري نعمل حاجتين نقدم نفسنا بشكل حلو يبقى الفرقه ليها شخصيه وليها هويه وكمان نحبب الناس فينا. يعني انا شايف ان احنا النادي مش جماهيري ما عندناش جماهير بس انا حسيت من الماتشين اللي فاتوا ان وميسي وزيكو وقطه وعبد الله يعني تحس ان الفرقه قدمت نفسها بشكل حلو جدا. اتمنى ان احنا نكمل على كده ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن وليد اتمنى لك يا رب كل التوفيق دايما اتمنى للجهاز الفني بالكامل بقياده الكابتن مجدي عبد العاطي وايضا فريق زد بالكامل كل التوفيق الفتره القادمه وحلو ان يبقى فريق بادئ بشكل حلو.